ميمو بتسأل: أنا في ثالثة ثانوي، أنا مهتمة جدا بسياسة واقتصاد، قسم اقتصاد بالذات، وبالذات بتتكتب بالذال مش بالزين. ممكن حضرتك تقول لي إيه الفرق ما بين سياسة واقتصاد عربي وإنجليزي، وهل يستاهل أدفع المبلغ بتاع إنجليزي؟ هي دي، أنت بتدرسي المواد باللغة الإنجليزية ودي بتدرسيها باللغة العربية، زي كلية تجارة كده، فيها أقسام باللغة العربية وفيها أقسام باللغة الإنجليزية، لا يوجد فرق كبير من ناحية المحتوى، لكن هي فكرة اللغة الإنجليزية واللغة العربية. هل يستاهل ندفع المبلغ؟ انا هنا عندي وجهة نظر. لو انت او حضرتك او حضرتك كنت عندك القدرة المالية، هي دي الموضوع عندي، القدرة المالية، يعني القدرة المالية، مستريح، مش والدك او مش والدتك مثلا هتبيع الغوايش، والدك اقول لك يا ابني انا هاخد القرض علشان تاخد الكلية، في الحالة دي لا انصح انك تدخل اي قسم انجليزي. لكن لو انت، لا انا بالنسبه لي لا، المبلغ بالنسبه لي متاح، والدي ان شاء الله يوفره، حتى لو حاجه بسيطه، لا الدنيا ماشيه ومش هحملهم فوق طاقتهم، ندخل قسم اللغه الانجليزيه وانا اوريدي جايبه او جايب التقدير واللغه الانجليزيه المستوى المطلوب، لا ندخل باللغه الانجليزيه، فرص العمل نوعا ما هتكون افضل، لانه لما بيجي انك دارسه باللغه الانجليزيه خاصه في الاماكن الكبيره والبنوك والشركات الاجنبيه يقول لك لا ده دارس باللغه الانجليزيه، فبالنسبه لهم بياخد بعد ما ان هو عنده المصطلحات باللغة الإنجليزية، في بعد تاني كده خفي وآسف اللي بقوله، ولكن بياخدوا كده بعد نوعا ما تمييزي، يقول لك لا ده واخد باللغة الإنجليزية، يعني دافع بفلوس كتيرة، يعني ابن ناس، يعني مش هيجي جعان. في بعض الأماكن بتفكر التفكير ده، أنا بس بقول لكم الأفكار، أنا مش مع ده أو ضد، أنا بس بقول لكم. ففي ناس بتاخد التفكير ده، لكن لو حضرتك مش معاك المبلغ المطلوب، مش معاك اللغه، دخلت عربي مش نهايه الكون، وشفنا ناس متميزه جدا، وكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه من الكليات المتميزه جدا اللي خريجينها ان شاء الله بيجد الشغل. ايه مجالات الشغل؟ اتكلمنا على مجالات الشغل الاقتصاد والعلوم السياسيه، شوفوها على الصفحه بتاعتنا مصطفى عطيه، بلاي ليست اقتصاد وعلوم سياسيه، او اعملوا سيرش على الصفحه وتجدوا حاجات كتيره جدا، وبالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمكم بكل خير.